اتفضل يا حبيبي. شكرا. اشرف كده هيتخن يا ماما ومش هيعرف يقبض بقى المجرمين زي عوايد. بقولك ايه، ما تتحشريش بيني وبين اشرف، من فضلك اطلعي منها. خلاص يا ست ماما هطلع منها. وانا يا ماما ما اقدرش اقولك لا، كفايه انك بتدهني بايديكي. يا حبيبي بالهنا والشفا، مطرح ما يسري يمري. الله، الظاهر الموضوع مش هزار بقى واني هطلع منها بصحيح. يا سلام، من زمان ما ضحكتش من قلبي بالشكل ده. ربنا يسعدكم ويهنيكم ويسترها معاكم. دعوة بمليون جنيه، شوف انت دفعت مهر كام واخصمهم بقى من المليون جنيه واديني الباقي. بس كده يا ست؟ انا مستعد ادفع، بس الماما مش ليكي. شوف مين يا صفية. حاضر يا ماما. ازيك يا صفية؟ حبيبي يا جاتو، ازيك؟ مساء الخير عليكم. مساء الخير. اهلا وسهلا. سمعنا ان ست العرايس هنا، قلنا لازم نيجي نبارك ونهني. اهلا وسهلا، البيت بيتكم. الف مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك يا جمال. والله بقينا نسايب وحبايب يا اشرف بيه. الله يرحم، الله يرحم المحاضر والاقسام. ان شاء الله يا ست جواهر ما يبقاش في محاضر واقسام تاني. ان شاء الله. مبروك يا مديح. الله يبارك فيك يا دكتور. مبروك يا شفيق. الله يبارك فيك. ازيك يا خالتي؟ ازيك يا حبيبي. اتفضل اتفضل. سر لي يا جميل انت وهو بيتك بيتك. ايه اللي بيحصل لك ده يا ابن الناس؟ انت جاي تشمت فيا يا معلم؟ اصلك صعبان عليا، ما انتش وش بهدله، مش بتاع سوق ولا بيع ولا شراء، انت المفروض تقعد كده بيه تتسلطن والفلوس تيجي لغايه عندك. يبقى بتتريق عليا. انا لا بتريق ولا حاجه. بص، الحته كلها عارفه مشاكلك. زبائن المحل اللي طفشت، وراس مال المحل من الذهب اللي عمال يخس من المصاريف، وعربيتك اللي انت عارضها للبيع، وكل كوم وحجز الضرايب ده كوم تاني. معلش يا معلم، بكره هتتعدل. ايه رايك بقى في اللي يحللك كل مشاكلك ويخليك تتنغنغ وما يشمتش حد فيك؟ اظن هتقولي بيع المحل باللي فيه، يا ريت كان ينفع. لا، ما انا عارف، انا عارف ان المحل ده ورث، وان التركه لما هتتصفى مش هينوبك منها حاجه. تعالى 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 نقعد ونتفاهم. ايه رايك اللي يكسبك 3 4 5 فواكه كل اسبوعين من غير ما تروح ولا تيجي ولا نهدى مع الزباين اللي بيفصلوا في الجنيه والقرش والسحتوت كمان؟ مش فاهم، والفلوس دي هكسبها ازاي؟ من دول. ايه دول؟ افتح وانت تشوف. ما تقلقش. ايه دول؟ وجبتهم منين؟ شوف يا ابن الحلال، انا مش هضحك عليك واخمك واقول لك ان انا ورثهم عن امي، ولا انا الزناد في ببيع سيره مراتي. احنا لازم نشتغل مع بعضينا على ميه بيضة، عشان بيننا وبين بعضينا هيكون في شغل كتير، بس انت وافق. ده مسروق؟ مسروق، بس مش انا اللي سارقه، انا حيالله حته وسيط ما بين البايع والشاري، وفي الاخر باخد حسابي. انا ما بتعملش في الحاجات دي. اقعد بس، اقعد، ما تخافش، اقعد. الذهب ده مسروق من حتت بعيده، من مصر الجديده ومدينه نصر والمعادي، بعيد عن هنا خالص. يا معلم، الذهب المسروق بتطلع بيه نشره تتوزع على كل محلات الذهب، يعني مش هعرف ابيعه في اي حته لانه هيتعرف انه مسروق. انا عارف. ما انا عارف وانا جلنت. انما بقى لما تكسر الذهب ده وتوديه السلع متكسر، محدش هيهرش اذا كان مسروق ولا مش مسروق. ايوه، لكن بص، الذهب ده حوالي كيلو،
هيطلع لك من تمنه 5 بواكي، وكل شهر عجيب لك قدهم مرتين، واحسبها انت بقى. لا انا مستحيل اشتغل في دهب مسروق. طب بص، عديك 6000، خليهم 7 بواكي، 7000 جنيه في مشوار لغاية مساغة، تبيع وتقبض من غير ما تتعب. ايوه بس. بس ايه؟ البسبس بقى خلاص. ها موافق؟ ها هاخد 10000 جنيه في الكيلو. اوبا، ده انت طلعت طماع بسحيح. اقعد بس يا معلم، هنتفاهم. شوف بقى يا معلم، الموضوع ده خطير، وبعدين لو مش عاجبك بلاش، شوف حد غيري. لا عاجبني، وانا اللي كنت فاكرك ساهي، قوم يطلع تحت الساهي دواهي. جمد قلبك امار، انت هتخاف من اولها؟ ما تخافش من حضرة الظابط، ده غرقان في العسل ومش دريان باللي حواليه، وبعدين جوازته من اهل الحتة هنا جات مصلحة لينا. اقول لك ليه؟ لانه مش معقول هينط على قضية هنا بعد ما حضرة الظابط نسب اهل الحتة. بص، بكرة بالفلوس المتلتلة اللي هتبقى معاك هتتجوز 6 الستات، ست الحسن والجمال، هتقول لك شبيك لبيك، مش بنت الخياطة اللي كنت مدلوق لي عليها. بوز، انت من هنا ورايح لازم تبوز لفوق، لفوق قوي، خصوصا بعد ما اتفتحت لك مغارة علي بابا، وكل اللي عليك انك انت تعمله تقول افتح يا سمسم وتغرف وتاخد. يلا همي يا جمال. تناول زغطي النهاردة جميل ولا ايه؟ مطرح ما يسري يمري، انت ما عندكش فكرة انا فرحانة قد ايه الليلة دي، عشان رحنا للست كريمة وانت بنفسك اللي باركت لبنتها. يعني اخيرا صدقتيني وبصمت بالعشرة انك خلاص ما عنتش بتفكر فيها خالص. ما تيجي تاكلي معانا يام؟ لا معلش يا بنتي، ماليش نفس. هو انت ما ندهتيش لي رضا ابنك ياكل معاكم ليه؟ بشوقه يما، اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. طيب